هذه مقبره منسيه كتسمى بسيدي عثمان، كيقولوا لها الزاويه. كنت نعس وسطا، كان نعس اخويا وسط منا، فيها حشاك البهيم او واحد حشاك واحد العود حشاك. وهاد السكنه ديالي مده 5 شهور شتا وبرد وانا كنعس هنايا. كاين السيد هنا في المقبره؟ السيد ها هو، راه السيد هذاك هو السيد. المكان ديالك هو هنا في كتنعس؟ هاد السيد هذا راه فيه السكان كينعسوا فيه. كيباتوا متزوجين هنا. المكان اخويا فين كنعس انا هنا. كنعس هنا بومجي هنا في كنعس اخويا. ها لا اله الا الله شتا الله. ها الوساده ديالي اخويا، ها باش كن هنا باش كنتغطى، كنتغطى بهاد البرش لكن شتا شويه كنتغطى بيه وكنعس عام غادير وكنتكي. بعض المرات كيطيح لي اخويا هاد الحجر، ها هو الشيء كتشوف فيه كيطيح لي على رجلي والله ساترني. وبالضبط من مقبره مهجوره. دابا الزوجه ديالك بومجيد، باش نبقاو نحاول نوضحوا الراي العام اكثر. الزوجه ديالك تحكم مره ما جوج ما ثلاثه؟ ماشي مرات، شي سته المرات ولا سبعه، شي سته المرات ولا سبعه. نكروك دابا؟ نكروني نكروني منسية. كيفاش كتعيش؟ كيفاش حي وسط المشكل؟ شبي قناة مغارب نيوز، اهلا وسهلا بكم من قلب مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من مقبرة مهجورة، مقبرة قديمة. هنا بومجيد كيسكن في هذه المقبرة حالة يرتلى، لا اله الا الله، ضحية ديال الزوجة ديالو، الضحية ديال الابناء ديالو اللي خارج 5 شهور كيعيش في البرد. بومجيد. نعم اخويا. بغيناك توضح الناس فين كتنعس هذا المكان، في وسط مقبرة، شي حاجة في 2020 ولا 2022 عفوا قريبة تدخل، بنادم ما غايتخيلهاش وسط مقبرة بومجيد كيعيش. وضح لينا، وضح الرأي العام. خويا خويا بكل الشعور انا كنحس بهذا الاحساس، انكم كاولادي واقفين معايا وربي اللي عالم عليا، انتم شفتوا الوضعيه ديالي كيفاش كنعيش. انا اب في العمر ديالي 62 عام، واخذ واحد المرض، يعني مرض نفساني من الاولاد ديالي، حيت تكرفست عليهم تعذبت عليهم وكبرتهم. واحد فيهم راه عنده 34 عام كيعيش في فرنسا، واخذ قوريه يعني ما خصو حتى شي خير، وكيعرفني بانه حاس بي انا عايش هكا ومليوح في الزنقه، حيت كيتصلوا به العائله ديالي وحاس بيا وما كيصيفطش علي، صيفط لي حتى الو ولا يعيط لي. نحاولوا نوضحوا الراي العام اكثر، بغينا نعرفوك وقتاش خرجتي من الدار، شنو هو السبب الاول اللي خلاك تخرج من الدار ولا شنو؟ السبب الاول الظروف ديالي، كانت الوقت خانتني يعني من الخدمه، ما بقيتش كنوفر ديك الالف ريال باش غادي نعطيها للمراه وغادي تفرح، وليت كنوفر 600 ولا 400 واحد النهار. وغنقول لكم اخوتي ماشي غير انا، عدد ديال الناس، انا وليت المهنه ديالي باش كنجيب هذا الخبيز، كنمشي لطوار ودزبل لهاد الاقامات اللي كاينين في ديور السلام وفي الاقامات اللي كاينين في ولاد زيان، كيعرفوني السيكيريتي ودوك الناس كيعرفوني، كيقول لي انت الشريف ما عندكش عائله، كتخشي راسك هنا في الطار ودزبل وكذا، ولي دير المشاكل مع دوك الناس بزاف. رغم هذاك الشيء كنقول انا هذاك الشيء ما تيهمنيش، شنو اللي تيهمني؟ ما تنمشيش للحرام تنخطف، هذاك الشيء كنمشي كناكل منه ونشرب منه حلال، وكنجي لهذا المكان كنعس فيه كما كتشوفوا اخوتي. تقريبا ديال الابناء ديالك شحال عندك؟ عندي 4 البنات. 4 اللي ساكنين معاك؟ 4 واحد في فرنسا وثلاثه ساكنين معايا، بنت متزوجه عندها ثلاثه الوليدات، وراجلها حتى هو ماشي ما مسوقهاش، ما تابعش الطريق ديالو، وشاده هما حاضنة عليها باش تشرف عليها. والبنت عندي انا خدامه وكتعاون امها، كتقول لها هاكي هاكي، وانا ما كتحنش فيا ولا عمرها شرات لي حتى شي تقشيره ولا شافت فيا ولا لبست لي راسي فشي عيد، وقالت لي وانا ماشي حتى انا كنحس مني كنشوف ولادي، المراه يعني هي اللي شاده ولادها جره ولادها، وفين ما ندوي معاها تقول لي ملي غنكبر ولادي راه ما نعقدش عليك غنلوحك، وانا وصلت معاها لهادشي. هي كانت كتعلمك بهادشي غنلوحك، شنو هو السبب اللي خلى؟ السبب يعني هو ما بقاش عندي اخويا الجهد. الجهد من ناحيه الخدمه؟ من ناحيه الخدمه، من ناحيه العائله كانوا كيروفوا عليا، كانت عندي واحد اختي كيعرف المجتمع فين كنسكن في الاول، كتشري لي العيد الضحيه، هي اللي دات لي ولدي دابا وعايش في الورث ديالها، عايش في الورث ديالها فاش عايش واكل وشارب وخدام. وانا ما صيفطت ليه واحد النهار كنت مشيت للدار لاحوني عام
بالك دار في دار العزازه فطيت من الليل. شكون اللي لحقني تزوج؟ لا لحقتني الزوجه الاولاد. اللي دابا الزوجه ديالك بومجيد باش نبقاو نحاولوا نوضحوا الراي العام اكثر. الزوجه ديالك تلوحك ما مره ما جوج ما ثلاثه. ماشي مرات شي سته المرات ولا سبعه. شكون السبب لانك خليك من غير فلوس من غير خدمه من غير ما كاينش شي سبب اخر زعما؟ ما كاينش شي سبب والو كل شيء عباد الله. انا كنعرف كاع انا ماشي مسطي ولا يعني انا كنعرف الحمد لله بالعقل ديالي تا خويا كما كتشوف بقاو انسان نقي وسول عليا وهاد المراه كتلوحني وكيجيبوها الجيران كيجيو يطلبوها كتقول لهم انا ما كنعرفوش بنتي غير هاد السيمانه مشاو عند الدار وقالوا لي با كان الناس لقينا ناس السيد وهادي حشومه قلت لهم انا با دفنتو قالت لي دفنت با ما عنديش با انا الابن ديالك شي باركه معايا هادي لمده 20 سنه مني تزوجت هي باركه معايا فين كاري انا ومني ما بقيتش كنخلص الكرا ما عنديش باش نخلص الكرا ولات امهم كتخلص لهم الكرا وهي كتعاون امها باش تخلص الكرا انا ما بقاوش بغاوني ما عندنا ما نديرو بك انت الام دابا خدامه ما خدامه شكون كيخلص الكرا الام ملي كيجي ها الكرا شكون كيخلصو من غيرك انت لا دابا انا ملي كنت كنعاونهم في الكرا وكانت تغسل لي فراسها كتصيفط لهم الماندا باش يخلصوا الكرا ماتت وانا ما بقاش عندي باش انا باش نقدر نجيب فلوس وهذه ولات هي كتمشي كدير كتخدم قالت لك في الميناج وبنتها هي كتمشي تخدم وكيخلصوا قالت لك الكرا. إذا استنتجنا من هذا انت ملي كنت خدام هاز العائله ديالك وهي ملي خرجت تخدم ما هزاتش ما جراتش. لا جرات عليا ما قبلتنيش يعني ولادها كتعطيهم كتكسيهم كتكون كتقول لهم باكم لا شيء يعني باكم لا شيء ما كيعطيكمش. واحد النهار ولدي هضرت معاه قال لي انت فين عمرك شريتي لي صنداله؟ هذا في عمره شي 26 عام. قلت له ولدي انا مثال نجي نوزنك بحال اللحم. لعبرك نلقى فيك 60 كيلو عندك كتافك سير تخدم اولي انت اللي خصك تجيب لي انت اللي خصك تكسيني انا ما بقاش عندي الجد وزدت بنتي وضربتني الوجه قالت لي بعد منه دري صغير ما ديش لي يعني خويا دابا عائله محاميه عليك انت عائله وهذا الشيء راه ما تنقولوش انا ما تنقولش هاد الهضره تنخليها في قلبي انا ماشي جيت هنايا كيعرفوني الناس كيلقاوني كيقولوا اش كدير هنا تنقول بالك واحد شويه غنمشي وكاينين شي محسنين دراري كيعرفوا الحقيقه حوايجهم لابسهم ولا الدرب هنا ولا تسدي عثمان حدا قهوه موجود شي دراري الله يعمرها دار كمساكن كنبقى كاين اللي كيقول لي عطيني 1000 ريال يقول لي سير حيد من هنا سير شي قهوه وسدي شي بلاصه كاين اللي كيحيد تريكو جاكيطو كيعطيني يقول لي لبسك بجاب بسليب كاين اللي كيجيب لي كميله هنا يحطها لي مسكين يقول لي هاك ومن كيمشيو خزنا مني للدار تيقول لي لا هذاك ما كنعرفوش هاد السيمانه هادي بنتي قالت لهم هذاك ماشي ولدي نكروك دابا نكروني نكرو انا خويا اش كنطلب دابا من الله ومن هاد الناس اللي كتشوف هاد المنبر اللي كتشوف فيه كنطلب من الله ومنهم انا ما نرجعش لولادي انا اللي بغيت تحنوا فيا كنطلب منكم واخا ديروا لي شي بويس فين تخشى فيه حتى مول الامانه يدي امانه بالنسبه لكم شي دابا عايشنا في هاد الخلاف وسط روضه منسيه كيفاش كتعيش كيفاش انا حي وسط الموت كنعيش ما كنحسش هكايا كنشوف كنت عايش في الحياة اللي تلاحيت فيها يعني ذوقني اخويا كنشوف راسي كيكتس عمرك ضنيت شي حاجة غتعيس وسط مقبرة لا ما عمرني ضنيت حيت انا عشت واحد الحياة كان خويا عرف خوه وكان الزورة كتعرف حق المرأة كتخلي عند ولادك سير سيمانة جي كتلقاهم هكا كيشعلوا دابا خوك ولا لبستي لي صندالة يهرس لما يعني ديك ديك يقول لا علاش لبستي لي صندالتي حط لي صندالتي قال لي ما بقاش لا اخو ولا والو خلي كتلقى بعض الناس بحال واحد السيد الله يكرمه راه كيشوفني بهذه الحاله مسكين تيجيب لي رفع عليا الله يحن عليه الله يقعد وساد ولا ولا مهمته مسكينه راه هي مريضه الله يقعد والدراري اللي كيجيو عندي وتعاملوا معايا الله يفاجئ عليهم وانتوما خوتي انتوما اللي جيتو في هذا نص الليل على غفله وشتوني انتوما بلا كذوب بلا شي حاجه راه كنتسنى خويا تحيد الرجل تقطع الرجل ونتخشن قفيق تيهلل الهلال وفين كنكمل نعاس مي كيهلل الهلال كنعود المارشي هنا البلديه واحد الحمام ديال البلديه كندخل انا الاول كنحيد حوايجي مول الحمام عارفني حكيت لي الظروف ديالي كنحيد حوايجي نبقى في المايو كندخل السخون بلا صابون من نعاسك دابا انت في الحمام بلا صابون بلا والو كنتخشى في هذاك الحمام ونبقى في هذاك السخون حتى كيفيقوني 10 الناس كنلقاهم دخلوا كيقول يا الشريف او تشحال من ساعه وانت هنا نوض حك ولا نوض دير شي حاجه كنمشي للطواليت حاشاكم كنبدا نبكي كنبدا نبكي تنقول واش انا بنادم ولا شي انا
كنبدي وكنرجع ليا العقل ديالي وكنقول هاد والله من الشيطان الرجيم. قدر الله كيتصرف. قدر الله كيتصرف، اش غادي ندير؟ وكنجي وكنحوز امر الله وكنلقى واحد محسن بحالكم كيفاجع ليا وكيقول لي دابا الله يحن، دابا الله راه ماشي انت اللي عايش في هاد المشاكل ودابا يحل الله. وكنشوف ما كنتاداش، ما عمر شي واحد اداني. هانتوما كتشوفوا الحاله ديالي، ما كياديني حتى شي واحد والو. علاش؟ القلب صافي والنيه صافيه. وماشي غير انا، كاينين واحد الناس عداد عايشين بحال ما هكا، ولكن انا كبرت، كنا كان باقي صغير عطا الله فين غنمشي نتخشى بشي قهوه نخدم فيها ونباس فيها، ما عنديش اخوتي، ما عنديش جد، راه كنتمشى سن هنا راه ركبتني البروده والكحبه. هانتوما كتشوفوا الحاله ديالي. الله يجزيك. كنتمنى يكون خير. بومشي شنو الرساله الاخيره ديالك باش توجه لجل المغاربه؟ كنتمنى للمغاربه خوتي حنا راه دم واحد. الله يجازيكم بخير، شوفوا الحاله ديالي، شوفوني فين كنعيش وحسوا بيا. انتم عندكم اولاد وعندكم ابواء وعندكم امهات، وكنطلب الله ما يدوزوش في هذا الحال، انه هذا الحال صعيب عليكم، يا صعيب عليكم اخوتي بزاف. الا جيت نبكي لكم وتشوفوا بدموع التماسيح كيقولوا، انا كنبكي بقلبي وفرحان الله اللي النور كينزل عليا من يجوا عدد الخوت وبشروني. وغتشوفوني اخوتي ولا في قلوبكم الرحمه، حنوا فيا وحنوا في المسكين، ماشي غير فيا انا، حنوا في المسكين. ان راه الدنيا هذه اخوتي حتى واحد ما غيدي معاه الا شبر هذه الموته، راه 45 عام الناس هنا باش تحبسات هذه المقبره، 45 هذه الموته هذو الشهداء كيشهدوا عليا بهذه الهضره اللي تنقول. انا في دار الحق وهما في دار الباطل. والله ينجينا وينجيكم اخوتي، وكنختموا هذه ان شاء الله بالرحمه ديال الله تنزل علينا وتعطفوا اخوتي وتشوفوا من الحال ديالنا. الله يجازيكم، الله يجازيكم اخوتي. الى ما ديروا شي حل هذا الانسان، الى درتوا لي اخوتي حل، انا غادي نشوف لكم واحد اخر وغيدعي فيكم الله. والله سبحانه لا يضيع اجر المحسنين، الله سبحانه ما كيضيعش. وهذا اخوتي راه بيت الله اللي فوق مني، ها هو راه كيود لي عد ودني، وكنفيق اخوتي وكنمشي نكمل نعاسي في الحمام. ولا دخل شي واحد اخوتي هنايا راه يقدر يذبحني، ما يعرفو حتى واحد، يقدر يقتلني هنا ما يعرفو حتى شي واحد. وانا علاش كنجي نعس هنا؟ ما كنعسش في الزنقه، ما باغيش تشوفها الدريه صغيره تم غادا المدرسه وتشوفني ناعس في الزنقه، ما باغيش تشوفوني. الدراري الصغار كيتالموا بزاف، لاحظتهم انا هما كيدوزوا عليا، راه مدرسه هي حدايا، كيدوزوا كيشوفوني وكنتخبى وكيبقاو يتاسفوا ليا مسكين، كيتالفوا يتالموا ليا. كنتمنى يكون خير بومجيد، جو المغاربه نتمنوا يساعدوك اللي بالقليل اللي بالكثير. بومجيد واحد من المئات ومن الالاف اللي كاينين في كازا كيعاني، وضحيه ديال ابناء ديال كما قلتي الخوت. كنتمنى يكون خير. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم.